بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض باذنجان دانيه. هنقشر الباذنجان الطبقة الخفيفة جدا دي، نقطعه شرايح طولية مش أفقية، وبعد ما اقطعه واجهزه للتقطيع هقول لكم هنعمل ايه. دي شرايح الباذنجان بعملها بالسمك ده، مش بعملها سميكة. بعد كده بتبلها بالملح وزبرة كمون، اسيبها شوية لغاية ما تتبل. رجعنا لكم تاني هنشوف احنا هنعمل ايه في الشرايح دي. الاول هحطها في الدقيق كويس جدا، بعدين هحطها في البيض مع حبة توابل وملح، وبعدين في البقسماط. تاني البيض البقسماط، خلص كله في الكمية دي هرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني مشاهدينا وحبايبنا. دي كمية الباذنجان الشرايح بعد ما انا تبلتها وغطيتها بالدقيق والبيض والبقسماط. هنقليها ونرجع نشوف هنقدمها ازاي مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما قلينا الباذنجان البانيه، وكنا حريصين على انه هو ما يمتصش دهون الا كمية قليلة جدا، وده اتحقق من خلال حاجتين. الحاجة الاولى ان احنا قطعنا الشرايح بشكل طولي مش افقي. الحاجة التانية ان احنا سدينا المسام بتاعت الباذنجان بالدقيق، وده بيقلل من امتصاص الزيت. طبعا كده الباذنجان غني جدا بالكربوهيدرات والحديد، لكن احنا حبينا نزود قيمته الغذائية بان احنا نضيف له البيض عشان يبقى وجبة غذائية متكاملة فيها بروتين وكربوهيدرات وحديد واملاح معدنية وفيتامين. طبق النهاردة من السلطة بسيط جدا، متكون من 3 مكونات بسيطة، عبارة عن طماطم مقطعة، بحط عليهم عودين شبت صغيرين، بخلط عليهم الدريسنج بتاعي عبارة عن واحدة ثوم وملح وخل. هنعمل دلوقتي البطاطس الكرانشي، اللي هنقطعها بقطعة الترشي عشان نعمل منها بطاطس كاري. رجعنا لكم تاني بعد ما قلينا البطاطس الكرانشي وحمرنا عليها ملعقة من الثوم والكزبرة الخضراء علشان يديها طعم ونكهة، ودي من الأطباق الشهية جدا للأطفال. أقدم لكم بقى الغداء بتاع النهاردة، عبارة عن مقليات من الباذنجان والبطاطس الكاريه، ومعاهم طبق السلطة. اتفضلوا معانا بالهنا والشفا. يا رب يعجبكم.
وتعملوا زيها وتلاقوا النتيجة كويسة. شكرا وإلى اللقاء.